نحن في حقيقة الأمر عملنا سياسي بالدرجة الأولى. المقاومة المسلحة ليست هي استراتيجية في أي حركة سياسية، إنما هي خطوة تستطيع أن تقول هي يعني يستخدمها السياسي للحصول على مثلا مطالب إذا احتاج إليها. هي تكتيك وليست استراتيجية. العمل المقاوم أو العمل المسلح هو تكتيك وليست استراتيجية. فبالتالي نحن الآن نؤمن بالعمل السلمي المطلق، اللهم إلا إذا احتاج الوضع إلى جانب هذا فنقول بعد أيضا بالسياسة. مثلا في حالة الدفاع عن النفس، هذه يحق لكل إنسان، كل الشرائع السماوية وكل الشرائع الأرضية تقول بأنه من حق الإنسان أن يدافع عن نفسه بأي طريقة إذا هجم عليه شخص أو اعتدى عليه شخص. في حال الاعتداء عليك ينبغي أن تدافع عن نفسك بأي طريقة، ينبغي أن تدفع الضرر، وهذا حكم عقلي. دفع الضرر عن النفس حكم عقلي تقر به الشرائع السماوية والأرضية.